عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء جديد من مساءات الملكة الفقهية. في البداية أتطلع إلى الدرر التي تحضرونها والفوائد التي يستفيد منها، فإن كان عندكم شيء، أو نبدأ بالأخوات قبل لأن الأخوات أرسلت بعض الأمور. طيب لعلي أقرأ بعض ما أرسل. هناك سؤال، هل هناك من استدل بحديث أن النكاح حديث عائشة صحيح أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس في يوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها الحديث؟ وهذا الحديث قد يستدل به على لا نكاح إلا بولي، فأنا كنت سألت سؤال، هل الفقهاء يستدلون بهذا الحديث؟ قالوا هم نعم، استدل به البخاري حيث قال ابن حجر قوله باب من قال لا نكاح إلا بولي، استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها، وحديث عائشة هو أول حديث مذكورة في الباب. وقال أيضا أي ابن حجر قوله إلا نكاح الناس اليوم، أي الذي بدأت بذكره وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه، احتج بهذا على اشتراط الولي، وتعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي، كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب، فلما قدم قال مثلي يفتات عليه في بناتي، وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باش يعني على حديث عائشة أو أثر عائشة، أجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرة العقد، فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفر إلى آخره. وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبقى إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس إلى النساء نكاح، أخرجه عبد الرزاق. إذن يعني باختصار هم يقولون أن هذا ظاهر تبويب البخاري، واستدل به أو ذكره ابن حجر دليلا. أيضا وقال ابن الملقن في كتاب التوضيح أن قول عائشة رضي الله عنها حجة في أن سنة عقد النكاح إلى الأولياء، وثم ذكرت أيضا كلام ابن حجر. وطبعا فيض الباري على صحيح البخاري ورد. طيب أيضا استدل وكتاب في سبل السلام إلى آخر، يعني نلحظ أنه فقهاء أهل الحديث يعني في شروح الأحاديث جيد الحمد لله، في سلف استدلوا بهذا الحديث. طيب وأيضا القبس في شرح الموطأ. تقول وقد يكون سبب عدول الفقهاء رحمه الله عن الاستدلال بالحديث راجع إلى وجود ما هو أصرح في الدلالة على اشتراط الولي، إضافة إلى ما يمكن أن يرد على هذا الدليل من اعتراضات. ثم ذكرت الاعتراضات، غاية ما في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للنكاح بولي، أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للنكاح الأول إنما هو إقرار لصورة العقد جملة للبيان شروط النكاح، أن إقرار جميل جدا. هذه الإشكالات جميل. عندكم شيء يا مشايخ؟ سام؟ ما في بحث عند اليهود والنصارى إلا بلى، بس إن كان عندكم شيء على هذه ولا عندكم شيء؟ طيب مما أرسل هو ملمح جميل، سألتنا في الدرس الماضي هل الديانة اليهودية والنصرانية فيها ولي؟ تقول وقفت على كتاب نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية للدكتور محمد شكري سرور من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وقد ذكر هذا الأمر لكلا الشريعتين. في الشريعة اليهودية
قال تتضمن التوراة من النصوص ما يشير إلى أنها لا تحفل برضا الزوجين، وإلى ما للأب في هذا الصدد من سلطة مطلقة بموجبها يستطيع أن يزوج بناته بل حتى أبنائه بما يتراءى له هو دون موافقتهم أو حتى استشارتهم. وقال في الحاشية، يعني الموضع سفر الخروج ثم ذكر إصحاح 21:7 سفر التكوين، وقال في صفحة 163: فبالنسبة للبنت إذا لم تكن قد بلغت بعد سن الزواج كان للأب ولاية إجبار في تزويجها دون حاجة إلى رضائها أو بالرغم منه. أما إذا كانت القاصرة يتيمة فإن لأمها أو أحد إخوتها أن يزوجها في شريعة الربانيين، لكن بشرط موافقتها هي على الزواج، على هذا الزواج. أما في شريعة القرائين، أتمنى أن النطق صحيح، فليس لغير الأب ولاية تزويج الصغيرة، غير أن ولاية الإجبار المخولة للأب على النحو السابق لا تمارس إلا مرة واحدة، فإذا طلقت الصغيرة أو توفي زوجها استردت حريتها في تزويج نفسها ولو كانت لا تزال دون سن الزواج. ويبقى أن ولاية الإجبار هذه تنتهي كذلك إذا بلغت البنت سن الزواج، ظاهر من 23 إلى 34، ماني متأكد من قراءة ما كتب، فيكون لها حرية تزويج نفسها بمن تشاء. وإن كانت الولاية المخولة للأب على النحو السابق يمكن أن تفوت عليها تلك الحرية إلى الأبد، بل إن شريعة القرائين، أيضا أتمنى أن قراءتي للاسم صحيح، فضلا عما تقدم لا تخلص البنت من هذه الولاية ببلوغها، وإنما تجعل للأب تزويجها بعد هذا البلوغ بشرط رضائها حتى ولو طلقت أو توفي زوجها، فيلزم رضاء والدها إلى جانب رضائها إذا أرادت معاودة الزواج، وإلا وقع هذا الأخير باطلا. هذا بما يتعلق في اليهودية. طبعا أذكركم السبب، عندما ذكر المؤلف قضية الولي وأن يكون لابد أن يكون موافقا لها في الدين وما إلى ذلك، فكان في إشكال أصلا في اليهودية والنصرانية أصلا ولي، فهذا جاء الجواب جوابا على ذلك، وهذا أيضا سيفيدنا في قضية نكاح أهل الكفار سيأتينا. لعلي أعطيكم الأوراق كاملة. هي نقلت عن نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية. يقول: أما في صفحة 165: أما الديانة المسيحية فإنها على النقيض، لا تعطي الأب هذه السلطة المطلقة، وبالعكس فإن الكنيسة لم تعبأ بعدم موافقة رب الأسرة حتى على زواج القاصر، وقضى مجمع ترينت، أتمنى النطق صحيح، باللعنة على من يقول ببطلان مثل هذا الزواج، مما كان سببا في صراع طويل بين السلطة المدنية والكنسية في فرنسا، وقد أبقت الشريعة الكاثوليكية على هذه التعاليم. أما غير الكاثوليك من أرثوذكس وبروتستانت فقد تضمن مجموعاتهم التشريعية ما يفيد الخروج عليها إلى استلزام موافقة ولي النفس على زواج القاصر، وإن كانت روح هذه التعاليم قد تركت أثرها على تنظيم هذا القيد، فلم يترك لمطلق تقدير الولي خشية التعسف في استعماله. وفي كل الأحوال فإن الشريعة المسيحية بأجمعها لا تعرف ما يسمى بولاية الإجبار، وبالتالي فإن في الحالات التي تلزم فيها موافقة ولي النفس فإن هذه الموافقة تضاف إلى رضاء المقدم على الزواج ولا تحل محله. يعني أنت فهمتنا أن تكون موافقة الولي مع رضا المتزوج، هكذا فهمت. طبعا العهدة على الراوي وعهدة الراوي على الكتاب، أنا لا أقول هذه الشريعة اليهودية ولا هذه الشريعة النصرانية، بل هذا نقل، ولا أدري عن يعني دقة صاحب الكتاب، لكن أنا أشكر يعني الأخت التي أرسلت بذلك لأنها فائدة جميلة جدا، فائدة جميلة، فأنا يعني أحيل العهدة على ما في الكتاب، ما في الكتاب. أيضا القاعدة، إن كان عندكم تعليق على هذه، ولا أذكر بعض ما ذكر أيضا في تعليق على هذه المسألة. طيب، في مسألة ثالثة، ما ذكره ابن رجب في قواعده: في من يشترط إذنه إن امتنع
هل يجبر على الإذن أو يسقط إذنه؟ ذكرتوا السؤال هذا؟ من يشترط إذنه فلم يأذن، هل يجبر على الإذن أو يسقط إذنه؟ هذه أحس ولا أدري أن أبا معاذ عنده شيء فيه. ما فيه؟ أكيد. إيش رأيك أنت يا أبا معاذ فيها؟ يسقط إذنه ولا يجبر؟ يعني الآن إيه نعم، إذا هل يسقط ولا يجبر؟ إلى من بعد يعني كالعاضل، إذا امتنع القريب إيه؟ يكون هو كالعاضل، يعني من الذي يشيل العضل ينتقل لبعده، يعني يسقط إذنه ما يجبر على الإذن، يسقط لأن العضل هو متى ينتقل؟ إذا عضل في العضل ينتقل لمن بعده. يقول فيه روايتان في المذهب، نص ابن رجب في قواعده القاعدة 23، من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذان نوعان، أحدهما أن يكون، شوفوا ركزوا، أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا، أن يكون إذنا مجردا، طبعا ما نقلت باقي النص، وضعت نقطا، يعني ذكر منها مثلا لا يمنعن جار جاره، لا يمنعن جار جاره، فهنا مشترط مطلوب بس مجرد الإذن، فهذه حالة. النوع أو هذا النوع. النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما، مثل ما معنا في الولي، ويندرج تحتها صور، ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد أو لا، فيقوم حاكم مقامه على روايتين. اللي في الروض إيش؟ اللي في الروض إيش؟ على أي رواية؟ يسقط يعني. وهذه قاعدة حقيقة لو تقرأونها مفيدة جدا، فيها أمثلة وصور كثيرة، يعني توضح كثير من الجزئيات داخل المذهب في هذه الجزئية، هل يسقط إذنه أم يجبر؟ اللي هي القاعدة كم؟ القاعدة الثالثة والعشرون، الثالثة والعشرون، الثالثة والعشرون. في العضل انتبهوا في قضية في العضل قد ما يركز عليها ما ينتبه لها. في العضل إيش قال؟ فإن عضل، فإن عضل الولي الأقرب، الميكروفون لاقط واضح، فإن عضل الولي الأقرب لأن منعها كفءاً رضيته، أيوة، ورغب بما صح مهراً ورغب، أيوة، ويفسق به إن تكرر، فيفسق به إن تكرر، إن تكرر بس، أو لم يكن الأقرب أهلا خلاص. الآن عند العضل لا يخلو من حالين، الحال أن يعضل المرة الأولى، فهنا هنا ما الحكم؟ إن عضل الأقرب زوج الأبعد، انتبهوا لهذه، عضل مرة انتقل من الأقرب للأبعد، واضح؟ طيب تكرر، هذه زيادة ليست في المقنع، الآن إن تكرر ما الحكم؟ طيب وش فائدة الكلام هذا؟ أي انتبهوا، إن تكرر أصلا ما الولاية، فالقاضي يعني يجب عليه أن يكون فاطنا في هذه الجزئية. إذا جت القضية فيها عضل عنده أمران، عنده أمر تزويج هذه وإسقاط الولاية أصلا، يعني باقي البنات أو باقي الأخوات مثلا لا يكون وليا عليهن، مو بمس تسقط، يعني مثلا واحد عنده أربع بنات، أربع أخوات، فعند الكبرى عضلها الأول وعضلها الثاني، يوم عضل الثالث ذهبت للمحكمة وتطلب أن تزوج لأن هذا عاضل. القاضي الآن عنده أمران، عاد قضية إجرائية كيف يحكم فيها عاد هذه إليهم، لكن عنده أمران، الأمر الأول أنه سيزوج هذه تنتقل للآخر،
والأمر الثاني الحكم بفسق هذا. طب ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يكون وليا للبقية، ولهذا يقولون أنه يفسق بذلك. واضح؟ واضح ليش قالوا لماذا أدخلوا هذه القضية؟ لأنه تسقط ولايته. لكن عاد يبقى متى نقول أنه تكرر؟ قال إن تكرر منه فسق، صح؟ متى نقول، يعني متى نصل إلى أن نقول أنه خلاص هذا فسق؟ الثانية يكون مثلا بالزوج الواحد لو تكرر، مو بلازم زوج واحد. الحقيقة هذه مسألة مشكلة، هل يمكن نبنيها على مسألة أنه مثلا العضل المرة الأولى صغيرة، نقول العضل المرة الأولى صغيرة والصغيرة مع الإصرار كبيرة، فهو إذا عضل مرة واحدة فقد فعل صغيرة، فإذا تكرر منه لأنه إصرار على صغيرة تكون من الكبائر، ومرتكب الكبيرة ليس عدلا فتسقط ولايته. هل يمكن أن نستثمر ما ذكره العلماء في هذه الجزئية ونأتي بها إلى الولي وعضل الولي؟ سياسة شرعية؟ لا ترى قضية فقهية عندهم محدد. الشيخ عثمان ابن قائد النجدي، طبعا احنا ما يصح نقول الشيخ النجدي جماعة، يعني كل الجماعة طبعا كثيرا يسمون الشيخ عثمان النجدي، لكن انا احب اسميه الشيخ ابن قايد او الشيخ عثمان بن قائد، او يعني شيء يعني يميز عن باقي العلماء النجديين، لكنه لانه من اول العلماء الذين برزوا خارج الجزيرة في الفقه. أي نعم. ذكر عنه في الفواكه أنه قال إن تكرر ثلاثا أحدها بثلاث، ثلاث صارا. إيش قال بعدها؟ صار ذلك كبيرة. أي جيد. طيب من قال به من أصحاب؟ جميل. أي صور العضل المسقط لولايته إذا امتنع الخطاب لشدة الولي، فهو مطول. لا يعني أنه لا، بس أنه كحكم قضائي تحتاج أحيانا إلى رقم، يعني في القضاء يحتاج أحيانا يكون أسهل، إذا وصلت المرحلة هذه خلاص تكون حاسنة. أعلم هذا الاجتهاد كما ذكرت لكم. كفء الشيخ إن منعها كفءا رضيته، هذا تقييد، يعني تحديد الكفء أيضا فيه إشكال. لا بس نفترض أنه كفء ورضيت مرة مرتين ثلاث تسقط، لأنه أصبح فاسقا بفعل كبيرة. لكن هذا الفسق ما يقال به، يعني أخذوا بالفسق بهذا الجانب، والفسق كل مقام بحسبه. لا لهم الآن فسقوه، يستاهل ما جاء. لكن لو فسق بشيء آخر ما له ولاية على بناته؟ مو مشترطوا في كم شرط اشترطوا من شرط في الولي؟ الذكورية والعدالة. العدالة هي. صحيح، لكن أقصد هل العدالة يؤخذ؟ بالمناسبة ترى هنا قال شروط الولي كم؟ تبي يقولها؟ في الروض قال شروط الولي؟ أربعة. كم ذكر؟ سبعة. وكم عدد من واحدة؟ ست. ذكر ستة. سبع في الإقناع والكشاف، ست هنا لأن التكليف شرطان. ففي الإقناع مع الكشف، الكشاف مع الإقناع، لأن سبع واضحة فرق التكليف، لكن هنا تكون سبعا بجعل التكليف شرطان، بجعل التكليف شرطين اللي هو العقل والبلوغ. طيب في شيء؟ العدالة الظاهرة شيخ، يقول العدالة ولو ظاهرة، هذه عدالة ظاهرة ليس عدلا، اللي يعضل كل شوي هذه من الفسق الظاهر. فالآن في هذا المجال بالذات لا، ما في إشكال في هذا، لكن هل يقولون بأي فسق أنه تسلب ولاية؟ هذه إشكال.
هذه إشكال حد ما ودي ندخل فيه، بس أنا ودي أتوقف. قالوا عدالة ولو ظاهرا، في الرواية الثانية ما اشترط أصلا عدالة. المشكلة إذا قلنا أنه حتى في طرف الشهود قالوا الشهود يكفي أن يكون مستور الحال، هذا إيه وصحح شهادة العدو وكذا. أقل عن ابن عثيمين يقول يرى بعض الأصحاب أن العدالة ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة أن يكون مرضيا وأمينا. نعم، فيعني يكون مؤتمن على، إذا كان مؤتمن على موليته فتحقق فيه العدالة المعتبرة في هذا الباب. كيف؟ يعني يقول عدالة بحسبها. طبعا يقول عن بعض الأصحاب أن العدالة ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة بأن يكون مرضي وأمينا يعني على موليته. لتحقق هذا كفى. صحيح. بالنسبة لمسألة أيما امرأة أنكحت، أين يقول هنا ذكر القرافي في القاعدة 62 بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين إذا لم يخرج مخرج الغالب، اللي هي في إيش؟ في أيما امرأة نكح أنكحت نفسها بغير إذن وليها. بغير إذن وليها، فهل بإذن وليها يصح؟ فنكاحها باطل. أي نعم، هذا جابه هنا الأخوات بعد. يقول مفهومه أنه إذا أذن لها وليها صح نكاحها، وهذا المفهوم ملغي بسبب أن الغالب أنها لا تنكح نفسها في مجرى العادة إلا ووليها غير آذن بل غير عالم. فصار عدم إذن الولي غالبا في العادة. هذا خرج مخرج الغالب. الكلام لمن؟ تزويجها لنفسها. فالتقييد به تقييد بما هو غالب فلا يكون حجة. هذا كلام من؟ هذا القرافي. القرافي في القاعدة 62. فيما وش ضابطه ذكر فيما يقول بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب. هو حاول يضبط، والحقيقة حتى مع ضبطه في إشكال القاعدة هذه، لكنه يعني الجميل في محاولات القرافي أنه يفتح طريقا. وحنا مشكلتنا الآن نتوقف بمانتك لعلي أذكر اليوم في موضع جيد لعلي توقف عنده عن قضية يعني فتح الطريق في الإشكال أو في محاولة حل الشيء وكذا، ثم يكون تتابعي. المشكلة عندما يكون الفقه يقف، تكون المرحلة اللي بعدها مرحلة ترتيب وإعادة تصحيح وترجيح فقط، يعني يشيخ الفقه. لكن خليني إن شاء الله بجيها إن شاء الله عشان ما أنسى، بس يا رب ما أنسى أني أجيها. في اليوم بعد ابن رجب المحرمات. إيش فيه ابن رجب؟ تذكير إن شاء الله بجي، بس غدي ما أنسى. ما بدي تضحك أنت في شيء، بس جاي اللي يذكرني بالمحرمات كلام ابن رجب. إيه صح، زيد هذا بجيها. يصلح ابن رجب، يصلح كمثال ابن رجب. الرجب أنا في مواضع كثيرة يطربني، يصلح التمثيل فيه على العقلية يعني التكاملية اللي بدأ يزيد ويأتي من عندي. لا لكن هنا يقول لك في رواية وعنه أن للمرأة أن تزويج معتقها وأمتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة. لأن هذا رواية عن أحمد، لأن هل الحق الآن للولي فيجوز له إسقاطه أم الحق لله؟ فعلى الرواية الثانية وعلى مفهوم هذا الحديث يقول الحق له فيجوز إسقاطه، فإذا أذن خلاص. كذلك هذه رواية مخرجة من تزويج معتقها وأمتها أو معتقها وأمتها. طيب لعلنا نكتفي ب شكر الله لهن. طيب مشايخ عندكم شيء ولا نبدا به؟ تفضل يا شيخ. في حديث عائشه امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الاشكال ان المذهب لم يستدل بهذا. نعم صحيح.
أو عفوا المذهب لم يقل بهذا الحديث في ترتيب الولاية. أي نعم. فأخر السلطان. أخر السلطان. أي وش الجواب؟ طبعا فيها فيه في أمرين ذكر الزركشي رواية أن الولاية تنتقل من الأقرب إلى الحاكم. من الأقرب إلى الحاكم. الحاكم على روايتين هذا. على رواية. وذكر صاحب العدة قال والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي. طبعا الشاهد من هذا أن المذهب قد يوجه الحديث إلى أنه إما أن يكون رواية أو أنه يحمل على أن تخاصم الأولياء فإذا تخاصموا كانوا كحكم المعدومين تساقطوا. تساقطوا. لكن المذهب الرواية لأنه حتى هنا في الشرح الكبير ذكرت إحدى الأخوات أيضا وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان. هذا الشافعي. أي هذا الشافعي لكنها ليست المقدمة في المذهب ليس كذلك؟ إيه؟ تنتقل للأبعد. طيب على غير على المقدم على ماذا حمل الحديث؟ على التشاجر في أن لماذا يزوج الأبعد؟ كالمعدمين لكنهم إذا تشاجروا لا يعدمونهم يقدمون يرتبون. طبعا الشيخ فيه حتى فيه. أنهم قبل ما يوصل السلطان يقول فأقرع القرعة في توجيه آخر لكن ما وجدته الكتب. سألت عن أحد من شايخ قال الحديث يحمل على إن على أنه إذا لم يكن ثمة ولي بعد فإن اشتجروا فإن تنادوا من هذا من هو وليه أو من هو وليها فالسلطان ولي من لا ولي له. هو الحقيقة أنه يدعم تلك التأويلات أن السلطان ولي من لا ولي له فلا بد أن يكون هؤلاء الأولياء وجودهم كعدمهم. هذا يدعم ما ذكرت أن يكون السلطان وجودهم كعدمهم. طب ننتقل للشرط الرابع الشهادة. حديث جابر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح. في الشيخ على حديث سب. قم يا عمر فزوج. جبتوا شيء؟ إيه. أوه هذه يبغى لها جلسة. تصبر. هذه الشيخ جاء في مطالب النهى قال الأثرم قلت لأبي عبد الله حديث عمر بن أبي سلمة عمر صح حين زوج عمر بن أبي سلمة هذا غير سلمة اللي صلى حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا قال ومن يقول كان صغيرا كأنه ينكر. إيه الإمام أحمد ينكر في رواية لكنها مشكلة يا غلام سمي الله. لكن الشيخ ما يكون الظاهر من كلام أحمد على أن يا غلام تشابه أسماء ممكن هو يدعم طبعا يدعم ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة كان متزوج إذا يؤيد كيف يتزوج أي نعم غلام. ما زال أنا بالنسبة لي ما زال طبعا فيه كلام كثير عند أهل الحديث في هذه القضية. معني الشيخ يبدو أن الطحاوي وجه على أنه كان صغير. أي الطحاوي له كلام وغيره لهم كلام. إيش قال؟ كلام طويل لكن قال ابن سعد في الطبقات أن ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. سلمة بن أبي سلمة. نعم. ليس عمر. ليس عمر. وعمر الذي ورد في الحديث هو عمر الخطاب. هذا نعم لأنه عمر كان لأن عمر ابنها كان عمره 3 سنوات حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 9 سنوات كما جاء في تاريخ ابن سعد نعم. طب ليش قالوا عمر هو الخاطب؟ عفوا أنا جاوبت. ليش قالوا عمر؟ لأن عمر ابن عمها يعني من. لأن هو اللي كان يتكلم معها في تزوجها. وخطبها قبل أن يخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم فردتها. أي وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم مغضبة عندما ردت النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وذكرت له الأمور وكذا فقالوا إنه هي تقول قم يا عمر يعني عمر ابن الخطاب.
ورواية عمر الذي ورد فيها أنه ابنها يعني ورد في بعض الروايات ضعيفة يعني. التي لا في روايات أنه قالت يعني بس بدون تسمية عمر. التي ورد أنها يعني فيها ابنها أو قالوا أنها ضعيفة. التي ورد فيها لفظ البنوة أنها ضعيفة. فيها ضعف. فيها ضعف. هذه كاعب عبارة قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه إشكال نزل جيد يعني لو بعد تضيفوا بعض الأشياء التي قالها أهل العلم نكون لكم من الشاكرين. طيب الشطر الرابع الشهادة واستدلوا بحديث جابر وغيره من ظاهر النقطة الأولى واضحة اللي قررتها مرارا الحديث لا يخلو من ضعف ومع ذلك يستدل به أهل العلم وأريد يعني سنستعين بصديق نعم الصديق أريد أن قراءة من الترمذي لا ليس أحد هذا أن عن لا نكاح إلا ببينة عن الحديث الواردة ورد لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وغيرها من الحديث التي فيها الأمر بالإشهاد لكنها كلها لا تخلو من ضعف كلها لا تخلو من ضعف ومما ورد أنه نكاح الزواني ورد عن أيضا آثار عن الصحابة منها ما عند مالك عن عمر عندما أتي برجل امرأة تزوجها من غير شهود قال لولا أني تقدمت في ذلك وإلا لرجمتهما إلى آخره ففي عدد من آثار الصحابة في هذا المجال لكن أريد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ضعف تقرأ لي قال أبو عيسى الحديث الذي أورده في باب لا نكاح إلا ببينة لك حديث البغايا إيه نعم أذكرون إيه اقرأ كامل طيب قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير ووقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه حدثنا قتيبة قال حدثنا غندو محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعة وروي عن عبد الأعلى عن سعيد عن هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا أيوة. عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين الحين ما ثبت لنا شيء مرفوع لكن قال والعمل وركزوا في العمل ما هو والتابعين وغيرهم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد إذن الخلاف إنما وقع متأخر عند المتقدمين ما في خلاف طيب إذا شهد واحد بعد واحد وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد هذا رأي مالك أو عفوا مالك يأتي الآن أشرح لكم تفضل فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح هذا وقت الخلاف والثاني وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك ابن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح وهو قول أحمد وإسحاق انتهى الآن إذن العمل على هذا الحديث وإن كان فيه ضعف هذا أول وهذه قضية قررتها مرارا
قضية أنهم يعملون بالأحاديث الضعيفة حتى مع علمهم بضعفها، ولذلك أسباب منها أن تتقوى ببعض أثار الصحابة، وقد تقوت بعدد ابن عباس وعمر وغيره. أيضا من الأشياء ما عليه العمل، ما عليه العمل، وهذا الحديث عليه العمل، وإنما اختلفوا في ماذا؟ أهل المدينة إيش؟ أن يشهد شاهد بعد الآخر بعد آخر. باختصار رأي مالك الذي استقر، إن ليس كما يقال أن رأي مالك أنه يكفي الشهادة ولا يشترط، ولا يشترط الشهود. رأي المالكية يقولون إن الشهادة سنة عند العقد وليست من شروط العقد. واضح؟ إن النكاح، إن الشهاد في النكاح سنة عند العقد وليس من شروط العقد. طيب يا مالك، تدخل مباشرة حتى لو أعلنت؟ الإعلان هذا سيتضمن شهود، الناس يشهدون، سيتضمن ناس يشهدون، فهو شهادة وزيادة. لكن انتبه عند مالك، إذا هذا عند عقدة النكاح، لكن عند الدخول لا يدخل حتى يشهد. عند الدخول لا يدخل حتى يشهد. نعم، حتى إنهم يختلفون هل يرجم ولا ما يرجم. طبعا لا يرجم بقيود وإلى آخره، لكن نتكلم عن الأصل وجود أنه قضية عدم رجم، يعني دليل المسألة مين سهلة عندهم. بل يذكرون نصا، يقولون هم، وترى حقيقة كلامهم في نوع يعني مقبول عقلا. يقول مجرد العقد هو أشبه بإيش؟ بالبيع، صح؟ هل في عقد من العقود يشترط فيه الإشهاد؟ اترك النكاح الآن، نحن سنقيس عليه. يقول هل في شرط من الشروط يشترط، عقد من العقود يشترط فيه الإشهاد؟ لا يصح العقد إلا بإشهاد؟ لا. فيقول العقود، يقول الإشهاد في العقود إنما هو للتوثيقة، كلام مقبول. لكن كون رجل، عندي رجل يدخل بأمرأة ثم يقول لا أنا أشهد، طيب عندي الولي وشهادته، يكون شهادة الولي إيش؟ مقدوح فيها. ليش؟ لأنه يريد أن يستر. أي نعم. ولهذا يقولون أنه لا بد أن يشهد، وإلا لما يعني لأمكن كل من أراد الفساد فقبض عليه أن يقول هذه زوجتي، وهي تقول أي نعم هو زوجي. فلا عندهم، لا، يقولون الإشهاد عند الدخول، الإشهاد عند الدخول، وأما عند عقد النكاح فالإشهاد مستحب. هذا مذهبهم. وكما في قراءة ما قرأناه في الترمذي عند المتقن يعرف الخلاف فيه، عند من تأخر. يبقى رواية عن أحمد، رواية عن أحمد عدم الإشهاد. وبما أن ذكرنا رواية عن أحمد نتكلم، يعني بما أننا أخذنا شيء خلنا نطبق عليه مرة ومرتين حتى يرسخ. قضية ما يتعلق بتحرير الأقوال، تحرير الأقوال، تذكرون قلت أنه فرق بين إيش؟ رد الرواية، رد الرواية، رد القول إبطاله، وبين تضعيفه. تضعف القول لكن القول باقي ومحسوب، قول قد قيل انتهى، لكن رد القول أصلا لم يقل، هذا ينفي أصلا وجود القول. أهل العلم في تعاملهم مع الأقوال أوسع من ذلك، أحيانا يأتون إلى تأويل القول أو تقييده، أي تأويل القول وتقييده. ولعلنا نأخذ اليوم أو جعله متأخر، يعني جعله في المذهب لكنه ليس من المذهب، إنما هو وجه استحدثه فلان. موجود بالإشهاد إيش؟ موجود مثال بالإشهاد. أي؟ إن رد قول. جميل، أبغى المثال، عطني عشان وشو؟ أنا عندي تزويج القريش. أيوة، جميل. هذا الأول اللي هو أريدكم كيف تعامل الشيخ تقي الدين. لا، هذا ترى مو في الكفاءة، في الكفاءة في قريش، انه
أن الهاشمية ليست كفؤا لغيرها. هذا اللي تقصد؟ هذا في الكفاءة. في الكفاءة كيف تعامل الشيخ تقي الدين مع ما ينسب عن أحمد رواية أن الهاشمية أن غير الهاشمي ليس كفؤا، غير الهاشمي ليس كفؤا، ليس كفؤا للهاشمية؟ طبعا هم لا يتكلمون عن شرف النسب، ولا أحد يضاهيه، ولا أحد يضاهيه قطعا. ولو قيل إنه ليس المراد بالكفاءة أن يكون متساوي، إنما يقبل أن يتزوج، ولعل نأتي لها، لأن لو صار لابد من التساوي لما كان أحد كفؤا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقترب منه أصلا، صح ولا؟ يعني يمكن أقرب واحد يكون علي لأنه ابن عمه، لكن بعد لن يتزوج أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لهم ليس المقصود أنه تكون متساوي، ليس في الكفاءة يعني واحد زي بعض بالضبط. لكن هذا الكلام غير الهاشمي ليس كفؤا. كيف تعامل مع الشيخ تقي الدين أيضا في قضية الرواية عن أحمد في عدم اشتراط الإشهاد؟ جيد، هذا مسألة ثانية. في مسألة ثالثة، الشهود هل يشترط أن تكون العدالة ظاهرا وباطنا؟ يقبل شهادة مستور الحال؟ نعم. ها؟ يقبل هذا المذهب. طيب من قال من أصحابنا لابد من لابد من العدالة ظاهرا وباطنا؟ ما رأيكم فيه؟ الآن معكم الإنصاف صح؟ أو غير المبدع ولا غير، لو ما استطعتم لو تنوعون الكتب أحسن بعد. واحد يجيب لنا شكاية صاحب الإنصاف، واحد يجيب لنا، وركزوا نحن نريد كلام الأصحاب، كلام المذهب، لا نريد غيره. في مثال ترى ثاني كذلك، وهو عمل الحديث ضعيف لكن يعمل به الكفاءة ولا شو؟ التزويج. العرب وأكفاءه. نعم، في الكفاءة العرب وأكفاءه بعضهم. إلا حائكا أو حجاما. حديث باطل، لكن قال الإمام أحمد عليه العمل. يقال عليه العرف، هذا غريب. هذه أنا ما ودي أقف عندها، موضوع لا يتناول بحيادية أبدا، لكن في لطيفة لعلي أذكرها بعيدا عن هذا الموضوع. عندي ما أنسى. هاي الله يا مشايخ، نبدأ. السؤال كالتالي: كيف تعامل أهل العلم مع هذه الأقوال، ردا، تأويلا، تفسيرا؟ الرواية الثانية اشتراط العدالة، يعني اشتراط العدالة في الشهود، لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا في الشهود، وهذه رواية عدم الإشهاد. صف موجود كلامه. وعن العقد يحضر فاسقين. نعم. أنتم مسكتوا أي مسألة؟ إحنا مسكنا الشهادة. آخر واحد. العدلين. ظاهر باطن. أنتم مسكوا.
عدم اشتراط الاشهاد. عدم اشتراط الاشهاد. هذه القرشية موجود بسمعي التصريح توفر. هذه غير الهاشمية. طيب هذه شوف يقول هنا والأرض بعضهم لبعض أكفاء. هذا ما يفهم ما كل سنة سنة عدالة ظاهرة وباطنة. وش يقول الشيخ؟ جاهزة عندنا مسألة ولا غير الهاشمية جاهزة تمشوف ثاني. وهو أحد الوجهين واحتمال في التعليل قدمه واحتمال ظاهرة صحبه هو مستمر أي بالثاني وهو المذهب عليه أكثر أصحاب ومنه لقلبه يعني يصح مستمر الرواية واحد من أصحابه جزم في كذا حاكي له المصنف وكذا شوف هذا هي يقول ذكر أبو بكر في المقنع والجماعة قيدة فمع الكتم تشترط الشهادة رواية احتمال في التعليق للقاضي إيه إيه ذكره الجماعة قال الزركشي هذا من تصرف المجد تبي تحديد بالظاهر في مثلا مسألة يا شيخ إن أردت زيادة العمل على أحد الروايات الترجيح بين الروايات لازم شوي شوي سام ما حنا ما نكشف أوراقنا يعني ذكر شيخ تقي الدين في كتاب التحليل أن الرجل إذا قتل رجلاً ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبداً وسئل عن رجل خبث يخبب أنا خبب بس مكتوب خبث مدري طيب خبب يحد ويلحقه نسب خبب امرأته على زوجته حتى طلقت ثم تزوجها أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل ثم قال أحد قولي العلماء على مذهب الإمام أحمد ومالك طيب يعني ما عليش صار أنا عندي نقل نظر بين الإنصاف والشرح العمل على هذه الرواية الأولى الملاعنة تحرم الملاعنة على التأبيد كل شاهد فين أكتب نفسه في المشهور في المذهب أنها باقية على التحريم المؤبد عن الإمام وعن أحمد رواية شاذة أنها تحل له قصدك شواذ الروايات إيه يعني قال أيوة أكذب نفسه أكتب أي جيد أكتب نفسه يعني هو حكم بشذوذها إيه قال العمل على الرواية الأولى طب الحكم بالشذوذ إسقاط القول ايش رايكم ولا يبقى القول قائم ولا ينفي الاجماع تحتاج تامل هذه جيده طيب الان انتهيتم من الثلاثه وجدتوها يا مشايخ نبدا طب الاولى ابا معاذ محمد عندك الأولى اقرأها الأولى كانت جاهزة اقرأ شيخ محمد كانت جاهزة عندك طب ريثما تجهزونها الثالثة تفضلوا
الثالثة لما قال عدلين قال في الإنصاف تنبيه يحتمل أن يريد المصنف بقول عدلين ظاهرا وباطنا وهو أحد الوجهين واحتماله في التعليق للقاضي قدموا في الرعايتين ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا فيصح بحضور مستوري الحال وإن لم نقبلهما في الأموال وهو المذهب عليه أكثر أصحاب قال الزركشي وهو المشهور من وجهين فقط قال وقال ابن رزين يصح من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة صححه في البلغة وجزم به القاضي في المجرد لحظة لاحظ قال رواية واحدة ابن رزين على أي أساس انطلق ابن رزين اقرأ واصل قال لأن الأصل العدالة وصححه في البلغة وجزم به القاضي في المجرد والتعليق في الرجعة منه فقط والشرازي وابن البنا وابن عقيل حاكي الله عن الأصحاب والمصنف الكافي والمغني والشارح وغيره مقدم في المستوعب والفروع وطلقهم في المحرر والنظم والحاوي الصغير وقيل يكفي من مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما وقال في المنتخب يثبت بهما مع اعتراف متقدم وقال في ترغيب لو تاب في مجلس العقد فكما مستوري الحال فعلى المذهب لو عقد بمستوري الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال القاضي بن عقيل تبين أن النكاح لم ينعقد وقال المصنف والشارح ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا طيب مقصود أنه شوف المبدع شوف المبدع ما وجدت المبدع المبدع شوف المبدع هو اللي نقد والآن يعني فرقوا بين البيع على ذكر البرزين فائدة تاريخية كذا سريعة البرزين دمشقي صح صح وتوفي في كائنة بغداد شو السبب شوفوها بس خلي عشان أحفزكم على تقرؤون في ترجمة ابن رزين طيب المبدع عندك يا شيخ موضوع تفضل اقرأ في المبدع شو قال عنها قال الشرط الرابع الشهادة آخر شيء إيش قال إيش قال حتى عبارته كذا قد اعترف القاضي قد اعترف آخر شيء ذكر ينعقد بحضور فاسقين ها وجدتوا نقد المبدع ما وجدت شيء الآن لاحظوا برزين قال إيش امسكوا عبارة برزين لا تفوتكم إيش قال المذهب قال رواية واحدة يصح من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة مبدع ذكره احتمالا القاضي ذكره احتمالا إيه نعم ذكر القاضي لا هنا القاضي ذكر احتمالا شو قال عن احتمال في المبدع قاعد أشوف هو احتمال للقاضي في التعليق أيوة. بعد أن أقر أنه لا تعرف الرواية عن الأصحاب في ذلك هو احتمال أصلا وهي وش قال وقد أقر لحظة أنا استغربت بعد أن أقر أنه لا تعرف الرواية عن الأصحاب في ذلك عبارة البرهان أقر لا تعرف الرواية عن الأصحاب يعني أول من قال في المذهب لا بد من اشتراط باطنا هو القاضي احتمالا ولا قبل ما يعرف القول لهذا قال ابن رزين قولا واحدا أو رواية واحدة رواية واحدة ولهذا إن إذا أتينا مثلا في المناقشة قد تستفيد لا أقول في هذه المسألة بحد ذاتها قد تستفيد منها أن تقول إذا كان لا تعرف خلافا قبل تقول أن الإجماع استقر قبل هذا فائدة في التدقيق في الأقوال أي فقد تقول أنا لا أقول في هذه المسألة بحد ذاتها لكن أقول كمثال لو جئتك مثل هذه وجدت الأقوال اللي قبل عند الشافعية عند المالكية ما وجدت أحد اشترط هذا تقول إنما حدث هذا القول في القرن
الخامس ولم يعرف قول، لأن هذا النص بيّن لك متى بدأ هذا القول. أما في المذهب فلم يعرف إلا من القاضي كاحتمال ثم من بعده، وأما قبل لا. ولهذا ابن رزين جزم إلا أن رواية واحدة أصلا في المذهب عدم الاشتراط. طب كما قلت لكم أنا الآن أنه في بعض الأشياء تختلف، يعني مو بلازم النقد القول يأتي بإيش، أحيانا أقل من لا يأتي إلى رده، لكن يأتي أو يكون الرد أن يكون القول رواية أو منسوبا للمذهب، هو قول في المذهب لكن قول عند المتوسطين لم يعرف عند المتقدمين، وهذا نوع من أنواع نقد الأقوال. تنفي أنه رواية وتقول وجه، تنفي أنه رواية وتقول هو احتمال، واضح؟ طيب أعطوني اللي بعدها، جهز اللي عندك، تفضل. في مسألة التضاد الهاشمية بغير الهاشمي، أيوة، يقول رد في الرواية الأخرى التي تمنع، قالوا في رواية نعم، قال رد الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية. وش الرواية؟ لأن الهاشمي لا يزوج إلا يعني عنه لا كذا يزوج له. نعم أينا. قال رد الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية وقال ليس في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ما يدل عليها، وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشا بعضهم لبعضهم أكفاء. قال وذكر ذلك ابن أبي موسى والقاضي. طبعا ابن موسى مهم، من يعرف ليش ابن موسى مهم؟ على إمامته لكنه في هذه المسألة مهم، لأنه شريف. على إمامته، هو إمام أصلا، يعني هو رأس في النسب ورأس في العلم. والقاضي في خلافه وروايته وصححها فيه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ومن قال إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام. أنا حرصت على، شوفوا أحيانا ضد القول يعني ما هو. إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وليس في لفظه ما يدل عليه. انتهى. شوف الآن ما توقف عند إبطال القول، تحريم القول به أصلا، يقول هذا خطأ عن إمام أحمد، ما قال ولا يوجد، يعني معنى كلام لا يوجد في كلام أحمد ما يشير إلى ذلك، وإنما رواية الجماعة على خلاف ذلك. وفرق بين أنه تقول أن القرشية، أن غير القرشي ليس كفعا للقرشية، هذا قول ممكن، لكن الهاشم كذا هذا كيف أصلا؟ زوجات النبي، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل شرف أعظم من ذلك الشرف؟ ما في أعظم الشرف، كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كلما أعظم الشرف. اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانته قريش، قريش واصطفى، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم زاد الشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شرف يضاهي زوج ثلاثا من بناته من غير بني هاشم، واحدة زوجها من بني هاشم، والآن هم طبعا نسبهم أعلى النسب، لكن الثلاث الأخريات اثنتان زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان، واحدة بعد الأخرى، وعثمان أموي عبشمشي من عبشمي، والأخرى زوجها بأبي العاص بن الربيع، فليسوا من بني هاشم. كيف تقول أن هذا شرط في الكفاءة؟ وأكرر أن الكفاءة ليس قضية أن المساواة، أن هذا يصح، هذا في مساوة. هذه الطبقة، هذه في هذه الطبقة، لا ليس هذا المراد في الكفاءة،
وإنما المراد أن هؤلاء يصح أن يأخذوا من هؤلاء على القول بهذا القول طبعا. وإلا لو قلنا بذلك لكان لا يمكن لأحد حتى بني هاشم يختلفوا، حتى يعني الآن لو أخذنا بني هاشم صح أن بني هاشم في ذروة النسب، لكن اللي من نسل السبطين أشرف أليس كذلك؟ يعني حتى اللي من نسل السبطين ليسوا مثل اللي من نسل محمد بن حنفية صح ولا؟ وليسوا حتى مثل اللي من نسل يعني حتى على شرفه ومكانته جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعلى مكانته عند قريش ويعني منزلته عندهم، ليس يعني إذا أخذنا بالضبط ليسوا السبطين، لأن السبطين يعني خلاص يمتون للنبي صلى الله عليه وسلم بنسب فانتهينا. ليس المقصود أن هذا بالضبط مساوي لهذا، وإنما هذه المجموعة، هذه القبيلة، هذا الفخذ، هذا الحي من العرب كفؤا لهذا، هذا المقصود. ولهذا علي بن أبي طالب زوج عمر. أي نعم. طيب وش بعد أيضا الحالث المسألة الثانية، عدم اشتراط الإشهاد، هذه فيها عاد فيها شوية يبغى لها شوية تركيز. أخرجت فيها شيئا؟ لا. أخرجت فيها شيئا؟ طيب عشان الوقت لعلكم تتأملون لتخرجوا شيئا، لو نبدأ فيه في الدرس القادم مع التقاطكم فيما تقرؤون في نقد الأقوال داخل المذهب. لعل هذه واحدة والباقي أيضا ما تن. ولاحظوا أني أكرر، ليس دوما إبطال، وإنما أحيانا يكون توجيه هذه الرواية إنما هي كذا ونحو ذلك. طيب شروط الشاهدين انتهينا من طيب. ولا يبطل تواص بكتمانه. أود أقول شيء عن زواج المسيار ما دام هناك، لأن الشهود خلاص ينفون كونه نكاح بغاية، نكاح سر ما دام فيه شاهدين خلاص. ولا يبطله تواص بكتمانه. طبعا المالكية الأمر رأي آخر. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، أو تشترط الشهادة بإذنها، والاحتياط الإشهاد، الاحتياط الإشهاد. فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعد الدخول. الكفاءة حقيقة ما أود أدخل فيها وتفاصيلها وكذا ما تنتهي، لكن من اللطائف ذكر في المبسوط سفيان الثوري عربي وليس بعربي، بيثور عربي، وأبو حنيفة ليس بعربي من الموالي. سفيان طبعا حتى ما هو طبعا ذكر يعني عن سفيان، ولا مالك حتى نفس القضية، مالك عربي أصبحي من الأنصار ويعني نسبه عالي من العرب، مع ذلك لم يشترط الكفاءة. سفيان الثوري لم يشترط الكفاءة في النسب، ولا أصل الكفاءة مجمع عليه، لكن يختلفون فيما الكفاءة، فبعضهم يقول الكفاءة في الدين ويقتصر عليها كمالك والثوري. فذكر في المبسوط يقول يعني أبو حنيفة طبعا مولى، ويرى اشتراط الكفاءة في النسب، يعني يرى أن غير العربي ليس كفؤا للعربية، والثوري ومني طبعا ليس من كلام السرخسي أيضا مالك، العربيان يرون عدم اشتراط الكفاءة في النسب. فيقول هو تعليقا، ويقول هذا من تواضعي، يقول يعني حمله على تواضع سفيان فجعل العرب أكفاء للموالي، وتواضع أبو حنيفة فجعل نفسه من الموالي ليسوا كفؤا للعرب، فحمل على التواضع. وفي رأيي أن ليست القضية هم يعني أهل للتواضع، لكن القضية أنه من
سبر فقه الأئمة ولا قدم، خذها قاعدة، لم تقدم الأمة هؤلاء الأربعة عبثا. حتى الذي لا يعمل مثلا بمذهب الشافعي ولا مالك يعتبر أنه مذهب معتبر ومقدم. لم تقدم الأمة هؤلاء الأربعة عبثا، وإذا قرأت في سيرهم وفي فقههم عرفت لماذا قدمتهم الأمة. كانوا عليهم رحمة الله مبعدين قضايا الشخصية، قضايا النفسية ونحوها. ما تجد أنه هو يفتي بناء على الهوى، ولا يقرر بناء على هواه، ولا بناء على ما يختاره، أو بناء على الضغوط اللي تأتيه، سواء ضغوط الناس ولا ضغوط السلطة ولا ضغوط غير. ما هي هذه القضية، قضية الضغط لكي يأتي بقول. فلم يكونوا يعني يتأثرون بضغط الناس عليهم ليخرجوا بآراء أو هوى النفوس أو نحو ذلك. فتجد التجرد فيهم ظاهر. ولهذا لا يصح أن تقول هذا المذهب شديد وهذا المذهب لا عنده تسهيل، في شدة وفي تسهيل. لا، تجد أنهم مثلا يسهلون، مثلا تجد أن أبا حنيفة عنده مثلا تسهيل في بعض الجزئيات، لكن إذا ذهبت إلى باب آخر وجدت أن الأحكام التي ذكرها أشد من المذهب الآخر في الجزئيات الأخرى. وهلما جرى خذ أي إمام تريد أن تتسبه لمثلا تقول لا والله فقهه أشد، ستجد أن جزئيات نعم فيها نوع من احتياط ونحو ذلك، لكن تذهب إلى الجزئيات الأخرى تجد فيها السهولة واليسر، تجد أنها أخف أحكاما من المذهب الآخر. السبب أنه ما كان هو يفتي ولا ذا يقول لي أني أنا أسهل ولا لي أني أشد، ولا يقولوا لي الناس أنت شديد ولا أنت متساهل أو نحو ذلك. وما وبالمناسبة ترى حتى الشدة أحيانا تأتي من هوى نفس، طبيعة مجتمع، طبيعة نفسية، فتجد أنه تميل إلى التشديد. وأحيانا المجتمع نفسه قد يكون يميل للتشديد، وأحيانا المجتمع نفسه يميل للتسهيل، والشخص يميل للتسهيل. هذه العوامل النفسية ما كانت تؤثر على إصداره للقرار. لا نقول أنهم ملائكة، لكن نقول هذه لا تكاد تجد لها ركزا، لا تكاد يعني تجد لها أثر. فكان الأصل عنده القواعد والنصوص التي يرجع إليها، عنده نصوص شرعية، تقعيدات يستنبط منها الأحكام الشرعية من النصوص ويعمل بها بعيدا عما يؤدي إليه. ولهذا لا يستغرب أن يذهب يعني أبو حنيفة إلى اشتراط الكفاءة في النسب، وإن كان مولى يعني وإن كان من غير العرب، لأنه لا يبالي إذا كان مقتنعا أن هذا حكم الله. وفي المقابل لم يبالي مالك وسفيان الثوري وهو من العرب، وخاصة مالك في يعني قد تكون لو كان في العراق يقول يعني مجتمع أصبح متداخل ونحوه، لكن هذا ما زال بين العرب، ما زال في المدينة، وما زالت الأنساب عندهم قوية ويهتمون فيها وإلى آخره. لم يبالي عندما قال عدم اشتراط، لأن هذا هو الذي يدين الله به وانتهينا. فهذا هو المعيار. أنا أحترم طبعا وإمام السرخسي عندما يقول هذا من التواضع، أنا أقول هو متواضع منهم، هم سمتهم التواضع، لكن أيضا القضية الأساسية أنهم كانوا يدورون حول النصوص والقواعد الشرعية وما أدت إليه قالوا بها، من غير التفات إلى عوامل أخرى، وخصوصا العوامل البيئية. ولهذا أنا عندي نوع تحفظ مما يذكر في تاريخ الفقه أن البيئة أثرت في الاجتهاد إذا كان على إطلاقه. البيئة أثرت على الفقه نفسه في تفريعاته، في تصوراته، في تقعيده، نعم. أما الاجتهاد، هذا أحمد في بلدي أبي يوسف، ها، واجتهاداته أقرب لمالك الذي في المدينة. تقول لي إن تلك المدرسة كانت تهتم بالفقه الافتراضي وكانت تضع مدوش بعد وكذا إلى آخر، معك. أما تقول إنه رجح بناء على هذا السائد، ولأنه بلد مدني صارت ترجيحاته سهلة، وهذا بلد لأنه كان أقل حضارة، كان في نوع تشدد، ما أميل لذلك. وحتى لأن تجد في مدرسة العراق وناس لا يختلف فقههم عن ما يوجد في مدرسة المدينة. قد توجد
أثر في ترجيح ترجيحين ثلاثة أربعة، لكن ليس هذا الأثر قد يكون لأنه هذا مجتمع مدني فصار الشخص يعني نوع فيه نوع تساهل، لا، لأنه عمل بعموم بلوى، عمل بالضرورات، عمل بالحاجات ونحو ذلك. أما أن يكون طبعه خلاص بمن يعني عايش في مدينة حضارية طبعي دائما يقول يجوز 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 أو نحو ذلك، هذا لا، بالعكس الطبع المدني لأقل حضارة كان ينسب إليهم بعض، لا العكس، بعض الترخص في أمور كثيرة منها الغناء، والمقصود بالغناء طبعا الغناء غير المعازف. إذا قيل عندما حتى سئل مالك أصلا حتى أنه كانت سمة لمن خارج أن أهل المدينة يبيحون الغناء، عندما سئل قال إنما يفعله فساق عندنا. حتى قضية أنه بما أنه مجتمع حضري وكذا أنه يكون أيسر وأسهل، أنا أشوف أنها تحتاج إعادة نظر، ولهذا أقول ما كررته مرارا، تاريخ الفقه يحتاج إلى دراسات ودراسات أكثر عمقا، وأتمنى أن تكون الدراسات الجديدة دراسات جزئية، أي نأخذ فصل صغير، جزئية صغيرة في منطقة معينة، في منطقة زمنية معينة، في فترة زمنية معينة، يكون جزئية معينة في فترة تاريخية معينة في منطقة معينة، يكون في نوع عمق عندما أقرأ في تاريخ، أقرأ في كذا، أقرأ في كذا. أما الإجمال هذا جيد في بداية تاريخ الفقه عندما بدأ الحجو وغيره، أما أن نستمر نكرر هذا الكلام من غير تمحيص، من غير تفصيل، من غير كذا إلى آخره، أنا أشوف أنه نفضل أن الزمان تأخر، يعني نفضل أن خلاص تجاوز هذه الأشياء، نفضل أن تبدأ دراسات أعمق وأعمق، يعني النطاق الأكاديمي لو غيرت بعض الأفكار الموجودة فيه أتوقع أن يكون مجال خاص فيه. وأيضا من المجالات الخصبة اللي يتمنى أن تكون الدراسات الجديدة الأكاديمية المدعد الله يسر إن شاء الله قريبا تكون الأبحاث المشتركة أو كما يسمونها الأبحاث البينية، ففي بحث فقهي تاريخي مع بعض مهما كان، حتى وإن كان الفقهاء أصحاب قراءة في التاريخ وكذا، لكن فرق المؤرخ عنده أدوات أعمق وعنده ممارسة أعمق وعنده معركة أفضل، إذا كانت دراسات بينية أو حتى علم اجتماع وفقه فيما يتعلق في تاريخ الفقه. يعني ما ودي أقول بعد شيء أكثر، أخاف أنكم عند أن ألام فيه، لكن على أقل تقدير تكون الأبحاث المشتركة هذه تكون يعني أشعرنا ستؤدي إلى نوع من العمق والتقدم في هذا المجال. لمحة أخيرة في هذا الباب، إن كان في شيء في الكفاءة رجعت له في بداية الدرس القادم ولا خلاص المحرمات ندخل في المحرمات، من الأشياء اللي يتمنى أن يكتب فيها البعد الحضاري والاجتماعي في العالم الإسلامي من خلال تاريخ، من خلال كتب الفقه. يعني لو قرأنا في، هم يقولون أحيانا أنه كتب التاريخ أكثرها كتب تاريخ سياسي، ومن يريد أن يكتب في التاريخ الاجتماعي ولا الثقافي يتعب، بعضهم ذهب إلى كتب التراجم فوجد فيها بعدا اجتماعيا ويعني حضاريا ثقافيا. لكن أقول من الأشياء التي ممكن أن تفيد في هذا المجال، ولم يكتب من اهتم بها، هي المدونات الفقهية. هذا الموطن اللي هو في الكفاءة وفي النكاح عموما، يعني كتاب النكاح هو بعد، بيجينا الأطعمة الوليمة، وليمة النكاح وآداب الأكل وما إليه، تظهر لك البعد الحضاري والبعد. الكفاءة هنا تظهر لك أنواع يعني وملامح عديدة من التاريخ الثقافي الموجود أو التاريخ الاجتماعي موجود، حتى في تفضيل بعض المهن على بعض. يعني سؤال، بسألك سؤال، هل صاحب العقار كان وش منزلته الاجتماعية؟ أعلى. ها؟ أعلى. أعلى. أعلى من الحائك. أنا أشوف بعضهم يقول لم تأتي تجارة العقار إلا متأخرا. هذا مو صحيح. وين من أين تستطيع أن تقول غير صحيح؟ مقدمة. من هنا ترى. وش سموا حقه؟ لكنهم ما ينتبهون له. وش اسمه؟ هاي أبو. النص هنا قال العقار لكن. إيش اسمه؟ البرز. لا.
لا البزاز هذا غير الناتئ. اي نعم هذا صاحب العقار الناتئ يطلعها لك. فهذا الان بعد او ايش او التاني او الناتئ. شوف ايش الثاني الثاني نعم بنت صاحب العقار الثاني عفوا الثاني الان هو صاحب العقار. تعال شوف منزله الاجتماعيه حتى عند الشافعيه نقلوا عن الشافعيه هنا انهم جعلوا ايش المنتسب للعلماء المفروض يكون طبقة أعلى وأخذوها من الشافعية في إشكال في الجواب عليه الإمام أحمد زيد وأسامة من أصلهم من العرب. أي هذه يبقى عندي إشكالات أخرى عديدة فأنا أختم بهذه. أتمنى أن يكون هناك يعني اهتمام في هذه الأبعاد من خلال ما دونه الفقهاء وسطروه. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.